ازيكم يا جماعة، معاكم دايما جود احمد. النهاردة هلعب بوس فايتر. هروح اضربه لكريم جيمر، مش هيلعب النهاردة. ماشي، معدن سترايك. يعني موز الحاجات اللي هناك دي في سنتي هناك. انا كنت جربت الماب دي مرة، بس المشكلة لما بتكون وصلت طلع في سكيلتونز، دي المشكلة. خليتها بيسفل بدل نورمال، عشان نورمال صعب جدا. نخبطها في الطيارة. هتيجي فيها ازاي؟ اي اللاب فوت في ايه يعني؟ في اللاب ده احنا هو يضربنا. خاف لما نعمل باركور. بكره الباركور. الله. اروح بقى هناك واعمل سوان بوينت. مش لازم اخد حاجة. كل ده طب هبقى اعملها وابقى اعمل فيديو تاني. وبعد ما خلصتها فضلت اموت كتير اوي. المية ممكن نشوف.
في الزرار تاني يعني. انا خد نايت فيجن سوبر بقى، متاخدش ايه في ايه يعني نوصل هناك يعني. الحمد لله. ما بعد كده مسكين الله هذا بسم الله. ده بقى انا هعمل سون بوينت هرجع تاني، رجعت تاني عرفت حاجة. تاني تنشين صعبة كده دي. مش كده سنسيتيفيتي عالية. دوس عليه ايه ده، فجرته انا هنكسب. لسه في تاني دم يا لهوي، في مصيبة. انا عارف لازم طهارة. فين البوت تاني؟ الله الله the three buttons go. sensitivity عالية قوي.
الأرز كلها جت جنبها. فين التالت؟ مش حاجة هنا يعني. ده أسهل واحد يعني. موتناه كده يعني، نعدي هناك ولا نقف في الحفرة دي بعدين يعني. مش كده المفروض خلصنا؟ مش عارف ايه ده، مش عايز يمكن الرابع ما اتضربش فرقع بس كده يعني. يلا تكسبه لوز جيم. يوه اسمه اوت بروجكت وده روز. شكرا ان انت اتفرجت على الفيديو، عايز يكون عجبكم الفيديو. مع السلامة.